كانت بدايتي في الغطس الحر، أنا وصديق لي مشينا شرينا مسكرات وريشات ونزلنا البحر، شبحنا الجو والأحياء البحرية واحد قصدي الحق، وعجبني المنظر بحكم أنه كان والدي مهنته صياد، شجعني الشيء هدايا على الغطس وتوكلت على الله والحمد لله، وبدأت مارس في الهواية هي مارس في الغطس الحر كهواية مش باب رزق، لكن في هلبة شباب توا فوقنا الحالي مارسوا فيها كباب رزق ويسترزقوا منها قصدي، وهدية يعتبروا فيها خدمتهم، خاصة في الشتاء موسم القرنيط عندك من شهر تقريبا 10 أو 11 لشهر 1 الشباب بيسترزقوا منها قصدي الوقت هذا، وعندك في شهر 2 حتى هو يخش موسم السيبيا، حتى هو موسم خدمة يعتبروا فيه الشباب، وما شاء الله في دخل مادي كويس يعتبر معقول، أكثر من مرة ننزل وما نحصل في شيء، والشيء هذا يرجع لعدة أسباب منها الصيد الجائر والصيد بالجرف، الشيء هذا يمثر هلب على الساحل الليبي، بالرغم أن ليبيا ما شاء الله الساحل متاعها قصدي طويل الله يبارك، يعتبر أطول ساحل في البحر المتوسط، لكن مأثر هلبة الصيد الجائر على الثروة السمكية، من أكثر طرق الصيد الجائر اللي استخدموا فيها حاليا اللي هي الصيد بالمتفجرات، هدية تقضي على الثروة السمكية بشكل عام، البيض السمك والمرجان، والشيء هذا يبي سنوات باش يولي. أهم الضروريات الغطس الحر اللي هي أول شيء وأهم شيء رفيق غطس ضروري ما تغطسش بروحك، وعندك سكين الغطس والشمدارة. الرفيق طبعا يقدر الله تصير لك اي موضوع، يصير لك حالة البلاك اوت يغمى عليك تحت المي، المهم يكون هو يراقب فيك وقضي على تواصل انت وياه. سكين الغطس يعتبر من اهم لوازم الغطس الحر، يقدر الله يعلق فيك حبل او شيء تلقى علشان تولي وتقص الحبل، وعندك علامة الغطس وهي السنيار، حتى هي مهمة جدا باش القوارب أو مطوات البحر يشوفوك يعرفوا أن في غطاس هنا. من أخطر الأشياء اللي يواجهها الغطاس اللي هي الإغماء وتصير في بعض الأحيان في أعماق قصيرة. شنو يصير؟ الغطاس يبدأ ينزل في نزلات في جرة بعضهم في وما ياخدش وقت للراحة، فيصير ينقص الأكسجين على الدماغ، ويصير الشيء هدايا في أعماق قصيرة مرات أقل حتى من 5 متر، وهو راكب في الأمتار الأخيرة من على السطح يصير الإغماء هدايا، وكان مش معاك رفيق يصير حتى حالة وفاة. تعرضنا الأيامات اللي فاتوا لفقدان غطاسين ممكن 3 أو 4 أنفار في خلال ممكن 6 شهور، أقل من 6 شهور. الشيء هدايا يرجع لي ممكن نقص معدات أو إغماء، لذلك أنا أنصحه بأنه ضروري تنزل مع رفيق غطس وتكون عدتك تامة.